حياكم الله في هذا اللقاء. نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يكون لقاء ممتع ولقاء مفيد للناس بذلك وجودكم معنا. اخوتي الكرام، نحن في صدد امسيه، المفترض ان تكون هذه الامسيه هي امسيه جماهيريه وانتم جمهورنا، انتم الاباء. نحن نتكلم عن ثروه تعتبر من اغلى الثروات الموجوده. ارادت مدارس النبلاء ان تستثمر في هذه الدوره بتقديم هديه للاباء، لاولياء الامور، لافراد المجتمع في كيفيه التعامل مع ابنائنا، خاصه في مقطع عام دراسي جديد. مبادرة رائعة من المدارس، شكرا لهم، وأنا باسمي وباسمكم جميعا أشكرهم على هذه المبادرة وأتقدم لهم بالشكر أجزل والتقدير أجل. قد يكون العدد كما تلاحظون قليل، لكن البركة في الموجودين، لأننا نحن نتحدث في قضية هي قضية التربية. قضية التربية، قضية التعليم هي قضية النماء. أنا أتحدث عن ابني وابنك، ويكفيني في هذا اللقاء أن أتحدث عن ابني وابنك، لأن لو فكرنا أن ابني وابنك هو كنز فيكفيني من حضر، يكفيني من حضر حتى نتحدث عن كيف نستطيع أن ننهض بهؤلاء الأبناء. ولذلك أنا سعيد حقيقة بوجودكم أنتم، سعيد بأنكم تعشمتم المسافات حتى تكونوا موجودين معنا، فجزاكم الله عنا كل خير. في القاعة الأخرى موجودة معنا أيضا مجموعة من الأخوات، أرحب بهم وجزاهم الله خير على حضورهم وشكرا لهم كل الشكر بوجودهم معنا. من الآن إن شاء الله سبحانه وتعالى حتى صلاة العشاء سنتحدث عن قضية مهمة جدا في حياتنا، وهي كيف أن أستطيع أن أفهم ابني. أريد أن أتحدث في هذا اللقاء عن خمس أمور. الأمر الأول هو ما هي شخصية الطفل؟ كيف تتشكل شخصية الطفل؟ ما هي خصائص النمو عند هذا الطفل؟ هل أطفالنا متشابهون؟ هل كل أطفالنا نسخة واحدة؟ أم أن هناك تفرد لكل طفل خاصية فريدة؟ وبالتالي يجب أن أعرف كيف أستطيع أن أتعامل معه. إذا القضية الأولى كيف أستطيع أن أفهم شخصية الطفل؟ السؤال الثاني، اليوم مع التطور وجود مدارس كبيره ووجود معلمين وكادر اشرافي، يا ترى لماذا نحن نعلم؟ السؤال هذا بسيط، سؤال مهم. نحن كل يوم ندفع ابنائنا للمدرسه، دفعا للمدرسه، لكن السؤال ماذا نرجو من التعليم؟ يعني ما الشيء اللي نريده؟ وهل هذا التعليم مسؤوليه المدرسه وحدها؟ ام مسؤوليه الاسره زائد المدرسه؟ هل هذا التعليم اللي نريده محدد بالنسبه لنا؟ واضح بالنسبه لنا؟ يعني لو سالنا احد الاباء او سالنا احد الامهات سؤال، لماذا في كل يوم تاخذ ابنك وتوصله المدرسه؟ لقال لك حتى يدرس. طيب السؤال، ليش يدرس؟ ليش يروح المدرسه؟ ليش ناخذ فتره تصل لحدود 12 سنه في التعليم العام، ثم نعود بعد ذلك الى مرحله طويله في التعليم الجامعي؟ يعني السؤال، نحن لماذا نتعلم؟ اذا هذه القضيه رقم كم؟ اثنين. قضيه رقم ثلاثه اريد ان اتحدث عنها، هذا التعلم الذي سيتم، كيف نستطيع ان نساهم فيه كلنا، انا كأب والمعلم والمجتمع، كيف نستطيع ان ندعمه حتى يحقق اهدافه؟ اذا عرفنا اهدافه فكيف نستطيع ان نقوم نحن بدورنا في عمليه دعم هذا التعلم؟ القضيه الرابعه، هل يوجد ابن وطفل غبي وواحد ذكي؟ هل في ابن فاشل وواحد ناجح؟ واللي احنا نصنع من ابنائنا قد يكون نصنع منهم احيانا اغبياء ونصنع منهم فاشلين باسلوبنا اللي نستخدمه. فالقضية الرابعة اللي عندي سأتحدث عنها هي كيف أستطيع أن أبدع في تربية ابني حتى أخرج تفضيلات تساعده على التعلم. إذا كل طفل عنده إبداع، لكن هذا الإبداع كيف أستطيع أن أجعل الإبداع يتناسب مع من؟ مع طفلي. أنا عندي مجموعة من الأبناء، عندي واحد منهم عبد الله يحب الإلقاء ويحب الخروج في المسرح ويحب الحديث مع الكشافة، عندي واحد منهم ثاني اسمه علي ما يحب أبدا هذه الأشياء. فيلم رعب عنده تقول له يطلع في الاذاعه ولا شايف في الكشافه ما يحبها، بس هو مبدع فين؟ هو مبدع حقيقه في الاشياء الالكترونيه، مبدع في التركيب والعمليات والمعادلات، مبدع في اي شيء حسابي، عكس عبد الله تماما. طيب السؤال، هل معنى ذلك انه عبد الله هو المبدع وعلي غير المبدع؟ ام ان لكل واحد منهم تفضيل؟ اذا هذه القضيه الرابعه اللي اريد ان اتحدث عنها، كيف استطيع ان افهم شخصيه طفلي وما الذي يتناسب معه؟ وكيف استطيع ان انمي الابداع عند هذا الطفل بما يتناسب مع من؟ مع طفلي، واصل لنفس النتائج، عبد الله يصل نفس النتيجه، وعلي يصل ايضا من نفس النتيجه. السؤال الخامس والقضيه الخامسه اريد ان اتحدث عنها اليوم، يا ترى كيف استطيع انا كاب ان افهم ما يحصل داخل المدرسه؟ يعني المعلم يستخدم اليوم شيء جديد يسميه التعلم النشط. طيب ما التعلم النشط؟ ما قضايا التعلم؟ ايش اللي يحصل عندي داخل الصف؟ عشان اعرف واعتمد انه فعلا يتم عمليه تعلم فعاله، فاذا رجع ابني كل يوم للبيت استطيع ان ادعم هذا التعلم واساهم فيه. اذا تذكروا زمان كان لما كنا نروح من صغار كان ابائنا ايش يسووا؟ كانوا يذكروننا ويحلوا لنا احيانا الواجبات ويساعدونا فيها. اليوم لما تيجي تسمع ولدك عشان تحل الواجب تجد نفسك انت امام شيء جديد. انت تتكلم
الابن اليوم في كتابه عنده قدرة أن يأخذ الجوال ويضغط كده ويسوي مسح وينتقل لصورة تفاعلية فيها صوت ومقطع فيديو وفيها أنشودة وفيها أيضا جانب تعلم وفيها مناشد هذه ما تعودت عليها. احنا اللي كان نعرفه اول ان الطفل كان يرجع لنا كاتب الف واحنا ايش نسوي؟ نساعده يكتب الف 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 او في معادله يضرب خمسه بسته وليس او يحفظ نص معين، لكن اليوم لا هم يتكلمون عن مصادر معرفه. طب انا كاب يا اخي مصادري معرفه عندي قد تكون محدوده، كيف اصبح محيطي واستطيع افهم العلم كيف يتكون؟ هذه القضايا الخمسه اللي انا اتكلم فيها. اذا نحن في دوره اسمها مهارات نجاح في التعامل في تربية الأبناء، أنا أتكلم فيها عن قضية لها علاقة بتربية الأبناء بشكل عام، وأتكلم فيها عن قضية علاقة ما بين المدرسة وما بين البيت بشكل خاص. أنا أتوقع أن هذا الموضوع يعتبر مهم بالنسبة لنا كلنا، أليس كذلك؟ تخيلوا لو أن أحدنا سبحان الله اشترى جوال، واحد مننا راح اشترى جوال، ينام الليلة دي يا جماعة بدون يقرأ الكتالوج؟ ينام بدون يطلع الجوال ويشحن شحن كامل ويتاكد ان اللمبه صارت خضراء وبعدين لازم يشوف يفتح الجوال، واول ما تمسك الجوال كيف تسوي؟ تلمس كذا لمسات خفيفه وانت متخوف تسال فلان ممكن تتصل يا اخي عندك جوال زيه؟ ليش؟ احنا نتعامل مع تقنيه حديثه صح؟ لو ان احد اشترى فيه كثير تلقاه اول مره يبغى يشغل الفيل تلقاه حذر جدا يخاف يقس على زر يقوم يخرب الفيل صح؟ لو ان احد اشتغل لابتوب اشترى لابتوب تلقى الليله دي كلها اول ليله لما اشتري اللابتوب حريص جدا في التعامل مع اللابتوب. طيب لكن لما واحد مننا ياتيه طفل جديد تلقاه نادرا ما يفكر سؤال كيف اتعامل مع هذا الطفل؟ احنا نربي كيف ما تربينا. نفس الاسلوب والتربيه اللي احنا تعلمناها نريد ان نعلم من اطفالنا الجدد. اطفالنا امام متغيرات جديده، عالم جديد، متغيرات منبثقه جديده، ولكننا نريد ان نعلم بنفس الاسلوب السابق، نبغى نعلم بنفس الاسلوب لهذا الجيل الجديد. هنا نقول يا جماعه لا، في متغيرات جديده، اليس كذلك؟ لذلك خلونا نسوي حاجه اسمها وقت مستقطع، يعني اعتبروا اليوم جلستنا هذه من المغرب للعشاء هي وقت مستقطع لنا نحن كمان كاباء، احنا نحتاج لها، احنا نحتاج نفهم هذول الاطفال، عندنا كيف استطيع ان اوجه افكارهم؟ كيف استطيع ان اوجه تساؤلاتهم؟ عندي في البيت اجلس احيانا مع اولادي يسالوني اسئله غريبه عجيبه استغرب منهم. في اسلوب جدا رائع هو اسلوب القمع، ايش تقول؟ خليك ساكت بس. هل ينفع مع طفل اليوم؟ طفل اليوم عنده الان قدره انه يحصل على معلومه من التلفزيون، من الايباد، من الانترنت، من جواله يقدر يحصل على معلومه، ولذلك اذا لم تجاوب على الاسئله فالطفل سيبحث عن اجابات في محل اخر. ولذلك انا حقيقه اتقدم لكم جميعا بالشكر سواء انتم من مدارسنا حاضرين او كنتم انتم ضيوف معنا، شكرا لكم. ليس شكرا مني انا، بل شكرا باسماء اطفالكم وابنائكم اللي يشكروكم على حضوركم هذا اللقاء. لانكم اخترتم انكم تكونوا في ضفه ابنائكم، انتم حضرتم هنا حتى تستطيعون انكم تفهمون هؤلاء الابناء، تستطيعون تطورون، تستطيعون تفهمون شخصياتهم. لذلك اخوتي الكرام، هذه المحاور ساتحدث عنها، وانا اعيد التكرار والترحيب بكم في هذا اللقاء. انا اسمي محمد عامر، وسعيد جدا ان اكون معكم في هذا اللقاء. هذا رقم تليفوني وهذا ايضا ايميلي، ولي موقع على الانترنت اسمه مهارات نجاح، ممكن تزوروه في اي لحظه، اي لحظه ممكن تتصل علي هذا رقم جوالي. انا سعيد اني اتعلم بشكل كامل منكم. انا في هذا اللقاء لست مدرس، انا في هذا اللقاء لست محاضر، لا اريد ان اكون محاضر، انا في هذا اللقاء مثلي مثلكم، اب يريد ان يفهم شخصيه ابنائه. عندي مجموعة من الأطفال وأريد أن أحدثكم قليلا عن أطفالي وأحدثكم عن مشكلات حصلت معي أنا في تربيتي وأتحدث معكم. مرة في هذا اللقاء سأكون طفل، سأتحدث معكم كطفل، ومرة سأتحدث كأب، ومرة سأتحدث كمعلم، ومرة سأتحدث كأكاديمي مختص. السبب أني أنا أتحدث عن مخلوق يعتبر من أهم المخلوقات الموجودة في الكرة الأرضية وهو الإنسان، أليس كذلك؟ الإنسان هو الذي الله سبحانه وتعالى قال إني جاعل في الأرض خليفة. فإذا كان الإنسان هذا اللي الله سبحانه وتعالى كرمه بالعقل وأنزله في هذه الكرة الأرضية حتى يعمرها، فهل تتخيل أن هذا الإنسان سيكون شخص بسيط؟ لا، هو شخص معقد عنده تعقيدات غير طبيعية في عقله، في مخه، في إدراكه. تخيلوا أن الإنسان الذي نزل للكرة الأرضية وكان فيها كائنات ضخمة عملاقة قبله، استطاع الإنسان أن يدجن مخلوقات الكرة الأرضية ويحطها في حديقة الحيوان. هو ما نزل ترى، ما نزل معاه لا عصا، ولا نزل معاه سلاح، ولا نزل معاه شيء. إذا ما نزل عنده قدرات مالها؟ قدرات عقلية عالية. طيب إحنا كيف نفهم هذه القدرات العقلية؟ كيف نفهم أن الطفل أصلاً مبدع؟ والله سبحانه وتعالى صوره في أحسن تقويم، وأعطانا هذا الطفل منحة عندنا. كيف نجعل حياة هذا الطفل منحة، ونجعل حياتنا نحن مع الطفل منحة؟ ونذكر شيء مهم جداً.
كلما تقدم بنا العمر يوم ورا يوم ورا يوم، احنا الان جالسين نربي اطفال صغار، صح؟ بس احنا ليش نربيهم؟ نربيهم الايام السوداء اللي تجي في الايام الاخيره من حياتنا. متى تنجح تربيتنا؟ متى نقول الايام اللي ربينا صحيحه؟ لما احنا نكبر وقت البر. اذا انت غرست غراس صالح في الصغر فانت تحصل على غراس عالي جدا في الكبر، اليس كذلك؟ ولذلك احنا الان هدفنا البر. ماذا يقول ابو حامد الغزالي؟ يقول ابو حامد الغزالي ان التربيه كالفلاح، المربي كالفلاح، يضع البذور ثم يقطف الثمار. ولذلك اذا وضعت بذور صحيحه في الصغر ستحصل على ثمار عاليه. هذه البذور، هل عمركم سمعتم ان شخصا ما يريد افضل الثمار ثم يرمي البذور رميا؟ ما يمكن، اليس كذلك؟ فالشخص المزارع الفعال سيأخذ البذور ويبذلها ثم يتعهدها بالغرس والعناية والسقاية ويتعهدها أيضا بإبعاد الحشرات من حولها والأشياء المضرة بها، أليس كذلك؟ كذلك التربية، التربية هي عناية. ولذلك هذا اللقاء أنا سعيد أن أكون معكم. يقول سفيان بن عيينة عبارة جميلة. ماذا يقول سفيان بن عيينة؟ يقول سألوا سؤال، من أحوج الناس إلى طلب العلم؟ يعني من أكثر الناس بحاجة للتعلم فن التربية؟ قال عبارة غريبة، قال أعلمهم لأن الخطأ منهم أقبح. لذلك تعودت عادة. ماذا تعودت؟ في كل الدورات لو قدمها عن فن تربية الأبناء ما يحضر معي الناس اللي عندهم مشاكل سلوكية في تربية أبنائهم، بل يحضرون عندي أكثر الناس عناية بتربية أبنائهم، ويحضرون عندي الناس اللي عندهم حس المسؤولية تجاه تربية أبنائهم. لماذا؟ لأنه هو حقيقة يدرك بأن التربية مسؤولية، ويدرك أنه من مسؤوليته ومسؤولية الطفل تجاهه أنه لابد أن يحضر هذه اللقاءات ويتعلم ويتثقف. ولذلك أنا أتوقع أن يحدد الآن أعلم الناس في هذا المجال. ولذلك تذكر أن الذكرى تنفع المؤمنين. هذه العبارة اللي تشوفوها خلفي هي العبارة اللي صنعت عندنا علماء المسلمين، هي العبارة اللي جعلت عندنا قدرة على طلب العلم. ولذلك يا بعض الناس سبحان الله أول ما تقول له محاضرة أو تقول له لقاء أو تقول له تعال نجلس نفكر شوية، يا أخي فيمنع عن نفسه فكرة التعلم، يمنع عن نفسه فكرة تطوير الذات. لا يا اخوتي الكرام، احنا نحتاج اليوم من الان حتى العشاء نحتاج كبسوله، كبسوله سريعه في التربيه والتعليم، يعني كان من الكتب اللي جالسين نقراها نلخصها بسرعه نعرف كيف نعملها. احنا ما نبغاش اعطيكم محاضره وعظيه، انا اريد اعطي اجراءات، ايش ممكن نسوي نحن في عمليه التربيه والتعليم. في عباره جميله جدا انا احبها، سمول جيسون يقول عباره، ايش يقول؟ يقول اذا اردنا ان يتم العمل لنا دون تعب فعلينا اولا ان نتعب في تعلم العمل. اذكر مره كنت واقف عند اشاره المرور. احد الاخوه اللي حضروا معي دوره سابقه، كانت دوره عن تطوير الذات وفهم الاخر وفن الاخرين، والرجل صراحه اثناء اللقاء واثناء الدوره بليغ، يحاول ويتناقش ويتكلم، يعني كلام حلو جدا، فتحس ان هذا الرجل حكيم الزمان. وقفت في الاشاره، وقفت جنبي سياره مفاجاه. التفت، اذا انا اشوف صاحبي هذا هو حق الحوار والنقاش وتطوير الذات، وقف جنبي. بعد شوية أشوفه يتخاصم مع شخص في السيارة، يعني أشوفه يتكلم بصوت عالي وأشر بيده، فجأة مد يده ورا، إذا في طفل تحت، يعني في طفل ورا في المنحة الخلفية، الطفل مد يده ورفع الطفل لفوق وضرب الطفل في التندة ونزل الطفل وصفع الطفل ورا. بعنف غير طبيعي. فأنا لما شفت الموقف صراحة استغربت. دقيت بوري وقفته. ايش معصب الولد؟ انا قتلت الولد في السياره في الاشاره دقيقتين كلها ضرب. قال لي ما ينفع فيه، اضربه ويتعلم. والله ما عارف مين اللي يحتاج بالضرب. طب انت اذا كان تضربه وما يتعلم، يعني هذا السلوك انت ماذا فعلت؟ انت مارسته والنتيجه هي ماذا؟ هي صفر. طب هل بحثت عن اسلوب اخر؟ هل بحثت عن طريقه ثانيه؟ هل شفت اسلوب اخر؟ يعني في اساليب ليش لدينا بحط ان عندنا اسلوب واحد؟ ان افضل اسلوب للتربيه هي ان نضرب. ما هو الاسلوب واحد، انا ما اقول لك لا تضرب. الضرب جيد بس متى؟ في وقته. العقاب ممتاز بل انه مطلوب احيانا في جوانب معينه نحتاجه، لكن ليس عندنا اسلوب واحد. انا اشبه موضوع التربيه لازم يكون عندنا طرق متنوعه وطرق متعدده. ولذلك يا اخوتي الكرام احنا نقول اذا اردت ان يبرك ابنائك يجب تساعدهم انت في برهم بك، انت تبرهم، كيف ابرهم؟ من بر الابناء اختيار الاسم الصالح للابن، اختيار الزوجه الجيده، اليس كذلك؟ من بر الابناء تعليمهم، من بر الابناء العنايه بهم في قضايا العقائد لما يكونوا صغار، من بر الابناء ان تكون انت قدوه لهم، اليس هذا الامر؟ ولذلك من حضورنا في هذه الدوره يعتبر بر لنا نحن، بر لنا في ابنائنا.
اخوتي الكرام في هذا اللقاء قبل ان نبدا في سؤال ابغى اتحدث عنه، من المعني بالتربيه والتعليم؟ هذا الطفل اليوم جالس يشتكي وولدي جالس يسال سؤال، يا بابا مين اللي يربيني؟ مين يربي؟ اسال مين؟ الحين احنا عندنا شيء اسمه التعليم، خلاص اتفقنا رجعنا بالتعليم على منع المدرسه، طب التربيه مين يربي؟ كان عندنا اجازه، في الاجازه استمرت اجازه 3 شهور، طلع عيوننا الاولاد يتكفزوا يلعبوا بالتلفزيون يسحبوا مضاربات 24 ساعه، جت المدرسه افضل طريقه للتخلص من الابناء انك تسجلهم في المدرسه وترميها على المدرسه. خلاص تركب الطفل. يروح الصباح يجلسوا للساعه 2، رجعوا تعبانين، تغديهم وينامون. تشحنهم ثاني يوم